ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف أمو لينا يتكلم عن الصادي، كلام مهم جدا جدا. يا ترى ماذا يقول؟ أتمنى من أخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. البداية مع خرجة رومان مولينا بعد تعيين مدرب جديد للخضر، حيث لم يتأخر الصحفي الفرنسي الاستقصاء رومان مولينا في إبداء رأيه بخصوص تعيين مدرب البسني بيتكوفيتش على رأس المنتخب الوطني الجزائري. وقال مولينا إن بيتكوفيتش لم يكن ضمن الخيارات الأولى للاتحاد الجزائري، ما يعني إن تعيينه جاء في آخر المطاف بعدما فشلت المفاوضات مع كل المدربين الذين سبقوا. وأضاف مولينا في تغريدة له على صفحته الرسمية على التويتر إن بيتكوفيتش يحتاج إلى إعادة الانطلاق من جديد بعد المشوار المخيب مع ناديه الأخير بوردو الفرنسي. وعلق مولينا أيضا على فقدان بيتكوفيتش للخبرة الإفريقية التي قد تساعده في مسيرته مع المنتخب الجزائري المقبل على تصفية كأس إفريقيا وكأس العالم. في تويتر يقول إنه بيتكوفيتش يحتاج إلى إعادة الانطلاق من جديد بعد المشوار المخيب مع ناديه الأخير بوردو الفرنسي. وعلق مولينا أيضا عن فقدان بيتكوفيتش الخبرة الإفريقية التي قد تساعده في مسيرته مع المنتخب الجزائري المقبل على تصفية كأس إفريقيا وكأس العالم في أدغال إفريقيا. كلام كثير طبعا مولينا هذا ما علقه، هذا ما قاله بالنسبة لبيتكوفيتش. وتكلم على بالماضي، حتى الآن لا نعرف بالماضي هل أقيل أم استقال. في معلومات كثيرة تقول إنه بالماضي أقيل وليس استقال. سوف نتابع مع بعض آخر الأخبار إن شاء الله على هذه القناة. أتمنى من إخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.